مروه كوكو. سلام اختي. اهلا لاله مروه، كيف حالك؟ لاباس الحمد لله. شحال في عمرك لاله مروه؟ عندي 24 سنه، مطلقه بدون اولاد. الله اكبر اختي، انتي لبنى السريعه، بقى سميتك مروه. الله يا لبنى السريعه، 24 عام مطلقه. واخ اش مدينه فين كاينه مروه؟ خريبكا. شحال دوزتي مع الراجل مروة؟ شحال دوزتي مع الراجل؟ دوزتي معاه عام. بحال شادينك سكرانة وانتي صايقة، نعطوك عام. واخا قولي لي اختي مروة، وليدات والو؟ لا، بدوني اولاد. شو مستوى الدراسي ديالك؟ اعدادي. شحال باش طلقتي؟ اربع شهور. الله يا اختي الله. سبعة. سبع شهور. ايوا اختي، وعلاش طلقتي؟ كي طرا ليكم خير وسلام؟ انتي حصلتيه؟ ايوا اختي، كسيتني عليه الشيطان. العيالات راه كيصبروا في هاد المسائل، ماشي بحال الرجاله، فهمتي؟ وغيكون مازال صغير وعقلو طايش، وانتي خصك ديري ليه العقال، وكنتي تصبري، كنتي تصبري معاه، بقاي جا مع دارك ووليداتك، واخا مازال ما درتيهمش. لا اختي، تنحصل عليهم شحال من حاجة، وزيدة بالعصا، فهمتي؟ زيد عليك بالعصا. ولا عصا لا، قدر الله زوران. واخا ودي لالا مروة، قاري فاش خدامة انتيا؟ غير قاصة في الدار، ما عمرك ما خدمتي؟ لا. ساكنة في خريبكا المدينة ولا النواحي؟ خريبكا اختي. المدينة مزيان، كتقبلي التعدد؟ لا اختي. ما تقبليش التعدد، تقبلي تعيشي مع عائلة الراجل؟ واخا الا كان شي راجل مطلق وعندو وليدات، ولا مثلا المراه وعندو وليدات، لا ما تقبليش بيه. لا. اش مدينه فين بيتي الراجل؟ بيتي خريب كانيت لا النواحي؟ من الرباط، كازا، مراكش. النواحي بحال كازا، بنيان، الرباط، في قيبن صالح. اييه.